عبوده. انا نسال عبد الرزاق وعبوده يجاوب. شو نعمل لك تو اسئله وانت تجاوب؟ اعطيني انا نسال وعبوده يجاوب. اعطيني انا نسال اي مش نسال بالقعده ولا بالواقف كيف تحب. كيف تحب انت فاش خليك قريب خليك قريب بحذاك لا واقف هنا معناها مش في بلازاك اي خليك باش نشوفوا الكريباس تاعك عبوده سمعت بالفيروس اللي هلك العالم؟ اي والله سنية الكل سمعت بالفيروس اللي هلك العالم؟ اي اسمه كورا كوروندير كورا كورونير تي سبيك متغصص كورونا تي هو رئيس مجلس النواب غلط في اسمه هكا توا كورينا يا عبودة شنو رايك؟ واسمعني خممت انا باش نعمل مشروع باش نمشي الحانوت عرفي النزار صليح ونصنع بافيت باللوح كورونا مع الست عادل باهي سؤالي الثاني شو رايك في رئيس الحكومة؟ والله يضحك رئيس الحكومة هما يسألوا فيه على 43 مليار وهو يضحك والله أنا من الناس عارفي صليحة خطر نحب منه 43 زرنات أما نخاف على حازة هما كي قالوا لهم يبطى سوية قاموا روحوا وأنا كي يقول لي يبطى سوية اسمع حلوة ياسر عبودة التزمت بالحجر الصحي؟ شنو التزمت؟ ما فهمتش علاش قالوا لنا الستة ما تخرجوش، أخي الكورونا تخرج كان في الليل. وصور الكليب معايا بالكورونا. وزيد حازة. إي في الكورونا. التزام هكا ولا لا؟ ريت جماعة المجلس قسموا رواحهم. إي. جماعة مشاو للبنية القديمة، وجماعة البنية الجديدة، تقول دار العرس متعاركين مع دار العروس. والله جيدة وقت تغسيل. يا عبودة محليك يا عبودة. آية سؤال أخير، شنو رأيك في مجلس النواب الجديد يا عبودة؟ مجلس النواب، شفتك يا عبير موسي؟ تفكرني ببهيزة في مسلسل خطاب على الباس. يبدأ في رأس النهز صوت هاي سرقع. والله تدوخ بحلاهم. وزيد وسنية هكا هو تصفيقة كبيرة عبودة تصفيقة رياض النادي يعطيك الصحة برافو برافو برافو.